باكر ندير الدراري واحد الابيزود في جمعي فاميلي سميتها نور المهند. صيفطوا لي الدراري جيميل انستغرام روينا فهمتي روينا. الله الدراري هذه ديروها باش نبتعوا يعني باش نخلي كل شيء على خاطره شويه جمعي شويه البطحه شويه كذا اش نديروا الدراري. اصعب حاجه هي تخلي ترضي كاع الخواطر. اهلا بك مستر تزدا. بسم الله تيوزدام تيوزدام مستر بيدرو يشكرك حبيبي. ها هي اليك الدار. الديكور منيح كثير مش بطال. واش شايف هنا هنا كيبان صح هذا هو باهم في دار الفشوش. اوبا وانا باقي صغير راك تحشم فيا هكذا. لا تسيستي خلاص ماشي باطل ماشي باطل. شي حلو كتير شي حلو كتير كمان الصوت مزبوط ما في صدى هون شي رومانسي كتير أكيد أكيد مهند ونور راح يعجبهم كتير. أنا قريت نور نور إيه مهند قريت حسبني نور المهند. مين هذا؟ هذا رزقي والو نتمسخ ربي ولا قول له ارسطو. لا ترى لا ترى شو 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 قلت لي ارسطو ارسطو اليونان تاع الكاويتشو كاويتشو تاع الجزائر تاع الجزائر برك. شكون هذا خالو؟ هذا ما تدخلش معك جايزين طريق برك. هذا ما شوف شوف الشغل كي الحمد لله جايزين طريق برك صح. اللي استاذ ارسطو تا الصوره صوره ارسطو يعني ما في شبه ما في تطابق بين الهيئه والاسم. نورمال نورمال لو ان المظاهر تكفي لصنعنا العالم. ها الله 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 دخلك عيد لي شو قلت؟ ما تسمعش انت؟ انا نسمع نسمعك منيح. عيد لي واش قلت؟ استاذ أرسطو اسمعني منيح دخلك دخلك تشتغل معي؟ دخل حس براسه طاح عليه الدايم غي صوروا زمان عندهم في الدار كين شوفوهم ساهل أو كين صوروا معهم ساهل خلاص هي برا ما نبيعش ما تزعف سام هاي ليك عمو تصدم. اهلا وسهلا حبيبي ارسطو. انا جبت لك ممثل باش يلعب دور السكرتير مهند. وشنو ما تطولوش الحوار باش ما يحفظش. على خاطرش اذا تكلم انهارت الصوره كما ينهار جبل الجليد. واه الجليد كيما راه يقول ما نحشمش ونفرحك. انا كاسكادور. شو الله يرحمه يرحم جميل المسلمين. شو جبل الجليد ما جبل. فهمونا. استاذ في مشكله. شو هي المشكلة؟ ممثلين غايبين. أدوار مين اللي ملي؟ اللي ما جات؟ اللي غايبة؟ الخدامي والسكرتير مهند. هاي الأدوار اللي غايبة؟ نعم. تأخروا في المباراة. غايقضيوا بها. أكيد. شي مش معقول، مش معقول. لا ما بيصير. شو نعمل هلا؟ مش معقول. ما بقاش يصبغوا ليه بالبيض باش يبان لي. اللي دخلك مثلت بشو من قبل؟ واه مثلت بشو؟ مثلت بلبو بلحو مثلت بع الحروف. قال لك وش لعبت من قبل؟ واه لعبت في هلال سيق
عشرة وقبطان صرات لي ديشري في الاستوما اي حبست يخرب بيت افهم انا قصدي نقول لك شو انت مثلت بشي مسلسلات من قبل واه لعبت حقي نوبة في ناسم لحشيتي اعطوني فنك احسن ديكور احسن ديكور مدري يمكن بيحل محل سكرتير مهند يمكن بينفع شنان دابا نشوف واش غينفع ولا لا خذ يا سيدي تفضل اسمع عليك عندك نص ساعة تحفظهم صم ممكن؟ ممكن فهمت تحفظهم اوكي تقرا كاع السيناريو تحفظو صح اوكي وكي تحفظو كاع غادي تنخلع او تلقى روحك ما تهضر والو نروحو باش تحفظ كوزينة صح عملنا ديرها صح أنسي من فضلك ممكن دقيقة أنسة لا أنا مدام الجمعي من فضلك مدام جمعي سامحيني أنا بدي ممثلة منيحة ممثلة بتتقمص الشخصية فهماني كتير تتمثل دور الخدامة فيك تمثلي دور الخدامة؟ لا اسمح لي أستاذ ما نقدرش رجلي ما يحبش وهو اللي ما خلانيش نخدم غلط أنسي غلط منك مقشي اي لك منك كنباية انت ما شاء الله مرة لك شخصيتك استاذ عندي اللوبيا فوق النار خايفة تحرق لي سامحيني فكري شغلي بسيطة وسهلة وظريفة وفيكي تلمي منها مصاري كتير 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 قد ما بدك قد ما مصار الدنيا كلها تفهمنا؟ لك وين راحت هاي؟ تفهمنا مدام؟ مكجولنا الخدامة مكياج وين الممثلين؟ لك ليش ما جاهز؟ روح ممثلين مكجولنا الممثلين يلا راح نبلش تعال ريان مفهم وين؟ شكون هذا شكون؟ على بيت الجمعي تلفزيون راه في دارنا عوية وهذاك مخرج تركي تاع المسلسلات تركي بتجي في بالك طلبوا مني مثل معاهم أنا في الترك أنا في الدار وش بيك في داري بيح منزين حبس لك مخك بارك هني حبس مخيلة ونور رغم هنا في دارنا لا ولاوي الله يبارك ما هنا الدونورة أم هنا بيح شكون يا شباب بدر الدين يسمى هو ما قاليش بصح انا فقت له كره لهم الدار باش يلعبوا مسلسل هنايا جاي اللي فقت له تما جابهم باش يلعبوا في داري دار يما هاويه جمعي ويلو عايشين عند خوخه عاطف هذاك المخرج هو اللي طلب مني باش انا نمثل معاه وتركي قبله مانيش عارفه هو طلب مني باش نلعب دور خدامه فام ميناج هاويه فام دي ميناج على بتاوك شو رول برينسيبال ماشي خير رول برينسيبال وما تباني ها قيمتك ولا هما يديو الادوار مليحه وتعطيوك غير فام دو ميناج بسيكولوج تلعب فام دو ميناج رول برينسيبال راح تلعبو نور مرت مهند هذاك الشباب هذاك ولا راكي هذاك الشباب انا عارف شكون مهند نعرفو هذاك الشباب ونور تي ما تولميش تلعبي نور كما تجيبي لهاش سي دوماج على كل حال ومام فام دو ميناج رول عيان على بالك خش دوري بزاف من جهة مهند ويكونوا هما قاعدين زعما في صالون هما وتجي زعما بالسنيوة وتربيع عفوا انا في رايي تاخذي رايي اختك وتدبر راسك اسلوب اقناع خطير نور هذيك الجماعة تاعك هم يحوسوا عليك شو؟ شو هذاك تبعك تصدام بتشكرك اسمعي يا مخلوق طربي روحي عم يحوسوا عليك تيتانيت روحي مهند هي مالا مهند شوف يا مهند يا وليدي كاش ما تحاب ولا كاش ما خصك كاش حاجة ما تحشمش أقول لك أنا هنا يعني يما على بالكش علقتني كشتك في المسلسل ما تاكلش كاع شاف عليه
ايه باين هذيك نور. ايه يا يما العزيزة هي راهي مضيعاتك مطلمصاتك يعني هي دارت لك السحور بالعربية فما تخافش خالتك بو علام. اي هلا انا رحت وضربت لك الخفيف نحيت لك الثقاف مش عاشكم ما دارش خلينا جاي بابا 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا لطيف يا يما يا يما يا يما يما شوف ها كلش هاو باين ها شوف شوف هذيك الطقبة هذا كبير دارت لك واحد العمله ياي واحد المديره ودارتها لك في بير السر في بير ايه هاك تشوف ها شوف كيفاش هم دايرين عليك هادو كاع هم دايرين عليك هم دايرين عليك كومبلو هاو باين هاو باين شوف بعينيك معقول تكون تعمل لي عمل كمل لك عمل عملت لك عمل لو كان ماشي انا راني نحي لك بسم الله الرحمن الرحيم يلا جماعه بدنا نصور مهند ما عندنا وقت بلش شوي فرمطات لي دوما جايين جايين خلاص ما خلانيش نكمل لك الكل وريتك الداخل واش كاين مصامر شوف المصامر شوف الدنيا معمره شوف انا راني رايحه بدي الوالو في بالك ما تخمامش راني هنا شوف انا نروح انت الحقني ما تخافش راني هنا خالتك بو علام تا هو عاش الدور ديال تدمار نيح استاذ قادي دخلك هلا انت فهمت السيناريو دابا غيبدا اسمع اسمعني منيح لما يخرج مهند من الغرفه نور بتضل تبكي 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 بتجيك تطلب منك المصاري هذه المصاري تعطيه اياه مفهوم؟ واه فهمت واه جهز حالك يلا لك يلا يا جماعة نبلش كاميرا غيدير فلوس وغيزيد شحال قلت لك ما عرفت كيف سات السيارة وأنا بهالحال نهال حملتني لجوا وبلشنا نحكي مع بعض وبعدين ما بتذكر شو صار صدقيني ما عم بتذكر آسف تقدري تسامحيني؟ بعرف رح يصير هالشي في يوم من الأيام لو سمحتي لا تعيدي نفس الحكي انت اللي وصلتينا لهون انا وصلتكم انا قلت لك روح لعند نهال بس انت من الاول مفكره انه في بيناتنا علاقه وطلع معي حق كيفاش خدمين داك السوش بلاي باك ولا عيبات عالم غيرتك علي هي اللي كركبتني دخلت براسي شغلات ما عم تخطر في بالي أبداً أعترفي أنا بسببك وصلت لهالنتيجة يعني ما هو أنا لحالي غلطان غلطان لا تكذب ليس لك الحق يا أخويا مهند ألمت غيدك المسكينة أضلت مرمت فيها أه؟ ألا ترى أن نور قليل الصحة وما عندها والي لماذا تمرمد فيها كما هكذا إنها تبغيك بزاف بزاف وأنت تخدع فيها بدرجتي أنت خداع يا مهند واه لماذا ذهبت لريهان قل الصح ولا تكذب ترجع للسيناريو أين كنت في الحلقة 116 عيب عليك أنت لا تستهى النور وكما يقول المثل ربي يعطي الحم اللي ليس له أسنان خربها على بالي بلي قاعدة تركينا وشفت وليد كرسقي على رسقي هو ثاني تركي كات كات لك مو معقول يخرب بيتك مو معلوم شو هذا اللي بيصير ايش هاد ايش هاد تصرفات اولاد هادي مو معقول ايش هذا الحكي ايش بدك ما عندي وقت دخلك قادة هذا خاطئ أنا نقول لك هذا اللي تأخذ رأيي غير كتله في هذه الحلقة أنا نلعب لك شكري دار دا مهند ونورمال الله عم تحكي جاد؟ كيف؟ عم تحكي جاد؟ أنت ممثل؟ إيه أنت؟ إيه هذا لعب أولاد هذا لعب أولاد أنت ممثل مستحيل أنت ما خرجك التمثيل بنوب؟ أيا شو الله ينوب أنا مش بيك وين من راسك وين وأنا جيت نطلب عندك أنا يا ولد بقينا استاذ خلاص استاذ غضب جنون مؤقت slow down
سلو داون ما في شيء عادي بقى ابي بويا قول له سلو داون قول له سلو داون سلو داون سلو داون سلو داون معك حق ارسطو معك حق اوف استغفر الله يلا بلش ماشي ممثل هنا مش خربت قلت لك ما تصلحش ما تصلحش حبيت تصلح بالسيف انا على كل حال مني لو ما كنتش ممثل انا فور على قاعده انا فور على قاعده تما غير يمك اللي تصلح ها يمك اللي تصلح هذا يدير يمك بسيكولوجي يديرها فام دو ميناج تخربينا كان والو واسمو سيدة تجزدها تجزدها قول لك حاجة أخويا تجزدها ما كان والو دا من خرطي أنا نقول لك وريحها بس كما أنا قلتها كي حالي الله ينور الله يرمليح وين جبت لها واحد القهوة فور ليمن نور او انت كيت على بالك تزيري على بلا بلي راي هنا بس بس الساق هذا اسمعني منيح دخلك كل المطلوب منك ما بتخلي مهند بيخرج من الغرفة بسيطة كتير قريت السيناريو نعم قريتها خاطئك هذا المرة نجيبها نجيبها والمصاري وه خلصتوني ها هذا المصاري قلنا خلصتوني نورمال ما تخلقش روحك كنت راح نجيب لك كابوتشينو جبت لك قهوة جينو فور موحن شتو هذه على يدك شادي يا موحن نورمال جبيك احنا جبنا قهوة ما درنا والو تسميوة هاكي تفضلي اختنا تفضلي بلا مزية ما يعاونكم يعني هنا سامحوني يا بواسان تيك فور يلا يا جماعة نبلش دخيلكم ما عدنا وقت يلا كل شيء جاهز كاميرا يا واش عمو الخدمة ماشية يخرب بيتها ايه ماشية يخرب بيتي وبيتها انا اخو شو هتعمل هون مين هاد هيا تخلي الناس يخدموا واش بيك اكو بيان والله غير عباكم عندكم واحد مسلسلات هالين يعجبونا فور يا اخو لكن انت قاعد على الكرسي تبعي تبع المخرج لك مين هاد هاك على الطابور يا ده شبيت لكم في راك عيان يا اخي هذا درتنا عليه قفاح صدق روح القهوه عندي 10 مرميين هاي داك برك اديهم معاك قاع يا عزوز في نوت من الكرسي نوت ماشي بلاستيك تاع المخرج هذا جبنا سبيسيال خوش حيت تحبوا تبروا روحكم قدام البراني كما تلعبوا قعدوا تكلوا فيه ها رزقي خدام معاهم كلمه ما قالهاش عقلك وين هيا بدات تحلى القعده هيا خلصونا راح بجن ايه المسلسل ما بده يخلص لك أم والله ما تزيد خلاص سيبه سيبه والله ما تخلصش بيك في خاطر نور كل شيء من عندي راح نورمال يا جماعة دخيلكم لك ما في وقت يخرب بيتك كاميرا دخلك أستاذ مهند دخلك بنبلش من غيرتك كركبتني تفضل كاميرا أكشن غيرتك عليك ركبتني دخلت براسي شغلات ما كانت تخطر ببالي أبدا أعترفي أنا بسببك وصلت لهالنتيجة يعني ما هو أنا لحالي غلطان ما بقدر أصدق اللي قدامي مهند ولا واحد تاني ما حبيت هيك واحد ولا بقدر أحب مو أنت الرجال اللي حبيته كل شي بيناتنا انتهى حلف جاي صار حلف جاي يخدم معه تقبرني لك مين انت لك شو هالمهزلة هاي لك شو هالمهزلة وزاعي شو هالمهزلة هاي شو وين الخدامة ولا عمرت لك شعينك وين أنا خدام نورمال أنا نهوى رب العائلة أنا لك شو هالاستهتار هاد لك شو هالاستهتار لك مساعد ليش مخدامة ما إجاد يا محمد يكرينا معك الخدامة هاي كانت في الثانوية نيغوسينا بعد في الرول وين جيت نخدم نورمال الرول هذاك شريته بدرهمي شريته؟ آه نعم ايه شريته لك بعده هالغبي عن وشي طب بعده لك مين هاد مين هاد المهرج هاد هالمهرج هاد أكتبنا فلافايز با كيف عني دي فلافايز؟ مسخروا أنا يسألك في يمك يمك هتروح تلعب فم دوميناش ني في معينك خلي يمك تدخل أنا في وسط هذول نيشان راح اللعب
ولا ديت احسن دور نسائي في الفناك نعطيها لماماك. لك ما بدي رزقي، لك ما بدي خدام، ما بدي خدامي، ما بدي بدي فل، لك بعده عن وشي، بعده عن وشي، لك شو هالبلد، ربي يرحمنا، لك دور الكاميرا. بيه مش بيه سيبون استنى بدور شو سيبون. كيف سيبون؟ انولي الرول تاع الخدامة. ما بدي ما بده حساد. والله العظيم غير حساد. وقولك حاجة، هاي ها هي توزديدة، ها هي ها هي ها هي ثلاث مرات نقولها. أنا رايحين نديروا جمعية فاميلي فطرك ماكن بيجي لك. خلصونا خلصونا خلصونا. راح بطئ كاميرا موتور يدور أكشن. اللي حبيته ما ممكن يعمل معي هيك أبداً. كل شي بيناتنا انتهى مهند. نور تركني بشان الله. لو سمحتي لهلأ احنا ما بنعرف شو صار. اللي سمعته بكفي. انت اكتر واحد اناني عرفته بحياتي. بدك اسامحك؟ العالم ما بيدور حواليك يا سيد مهند. كل شي بيناتنا انتهى. ابقي اذا كان لازم واحد فينا يروح أنا بروح حبيبتي. أوه جنتلمان. أوه أنت هون صديق. أنا بحاجة إلك أكثر من أي وقت فات. مهند ما ترك لي حتى مصاري حتى أرجع لإسطنبول. صديقي من فضلك أنا ما عندي حتى ليرة. ممكن تسلف لي $1,000؟ $1,000 سمحوا لي جماعه ما قديش. إلك يخرب بيتك. أولي يقوم لازم شحيح لا أقدر بالله. اسمعني منين إلك ما في أسهل من هالحركة هاي. عندك المصاري؟ نعم عندي. أي طيب أعطيهن لنور. واه فهمت نعاودوا. اسمح لي أخلعت راح لي النفس. طيب نكمل؟ نعم إذا بتريد. يلا يا جماعة يلا تأخرنا. يلا أكشن. بعد هالحب كله مهند راح تركني بلا مصاري. صديقي شو بقى فيه؟ وليني أعطيها ما عندي حتى ليرة. ممكن ممكن تسلفني $1,000 من فضلك؟ ألك تضحك بركلو بلي بسمار زي لما بصدي محسوم بسمار بصدي. شو ميزة خرجاش من السترابة الفلوس ما خرجاش. أنت تستهلي أكثر من $1,000. إذا كان ما قديش نعطيك درهم الغلطة مشين تاعي. الله غالب عمري ما صرفت. صح أنا مسمار بس أحنا بغيك يا نور. طلبي واش حبيتي نعطيك الدراهم ما نقدش. على خاطر لو كان نعطيك دورو نمرد وما نرقدش. زلمة تاع الصحة زلمة تاع الصحة كلام. اطل في قلبي نعطيهولك يا نور. انتي ماكيش محتاجة الدراهم.
انتي محتاجه راجل اسمر يبغيك ويدرك في عينيه. شو هالمهزله هاي؟ عيني نعطيهم لك نور. انا نبغيك يا نور، نبغيك اكثر من عمري. نرمي روحي من رشوش على جالك يا نور. واه واه والف واه يا نور. لكن برافو برافو. داكشي السيناريو كان غادي ولا غادي لا شي ما حصل بنوب. اسمح لي بقول لك انت اكتشاف ما حصل بنوب. مشهد مؤثر كثير. يصلح ان يعبر عن الصداقه اللي بتستمر شي 150 حلقه. شو يعني هالكلام؟ لك شو يعني هالكلام؟ ما يعني هالكلام يعني هذا المشهد بسبته. انا مو ممكن وافي على هيك اهانه سيد تصدام. لك شو توافق ما توافق؟ شو نسيت حالك؟ نسيت انا مين؟ انا المخرج والقرار بايدي. مهند ربي هنياك من هذيك المصفره تاع نور. شوف اقعد اللي هنا تقن زوجك بوحده. الله الله تاع الدار. اسمع لي يا مهند، نديك البلاد وخير عروسه من تما كيما تحب انت. يا معك حق، انا معمول لي عمل. ايه صح، واش راك تقول؟ على خاطرك شوف عويناتك هكذا زروقه. ايه ضربوا كبروا بيني. وين مهند سينا نهضر معك. مهند صحيت. مبروك عليك. الله يسلمك. صحيت جميعي وبارك الله فيك. شكرا اي 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 شكرا. الحلقه زود دراري، رياكشن جديده، فيديو جديد.